استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة ومعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة مشيدا معاليه بعمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبالمستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون الأخوي البحريني العماني المثمر على كافة المستويات والذي يشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحر يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان الخليفة مدير التعاون العسكري وعدد من كبار الضباط. كما حضر اللقاء الدكتور محمد بن علي البلوشي القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان الشقيقة.